السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو كما كتشوفوا جبنا لكم هذا السيروم ديال لاوش بوزاي، سيروم هيلو بي 5، سيروم كونسنتري اونتي غيد، هو ديال لي غيد ديال لي سير ديال الهالات السوداء وكذلك التجاعيد. بالنسبة لهذا السيروم هذا ديال لاوش بوزاي ديال بي 5 كما كتشوفوا فيه 30 ايميل سيروم فرنسي. فبالنسبة لي يعني الثمن ديالو راه تقريبا وصل حتى ل تقريبا 400 درهم. هذا هو البري ديالو الحالي. كما كتشوفوا هذا السيروم هذا كيستعمل ليلا، كيعالج لينا المشاكل ديال التجاعيد، ديك الكحولية اللي تتكون في التحت ديال لي كونتور ديزيو ديال لي غيد اونتي سيرت، كيقاد لينا لابو ديالنا. فهو كيخص جميع انواع البشره، سيختو البشره اللي تكون جافه كذلك البشره تكون مختلطه. بالنسبه لهذا السيروم هذا فيه اسيد هيالورونيك، فيه مجموعه ديال الاحماض اللي تتقاد لينا كتحيد لينا دوك يعني دوك لي سيرم الهالات السوداء. فيه فيتامين بي 5، يعني فيه مجموعة ديال لي فيتامين، وكذلك حتى الناس يعني اللي تيعياو بزاف يعني تيكون عندهم داك الهالات السوداء دوك لي غيد تيكونو كحلين لي سيرم دوائر. فبالنسبة لهذا السيروم هذا يعني كيليق ليهم، راه هو افيكاس، الثمن ديالو كما قلت لكم 380 بحال هكاك. كما قلت لكم فهو عبارة على اونتي اج، هنا فيه مجموعة ديال زانكريديون لزانديكاسيون. فيه يعني مجموعة التعليمات اللي ممكن يعني نستعملو هاد السيروم هذا. لزانديكاسيون غيد غيدول بيغ دو فوليم هادي لا سيتيتي لا بو فاتيوي. كما كتشوفوا سيروم راه فيه فقط فيه فقط 30 ايميل، ولكن راه افيكاس. واخا هكاك يعني حتى الثمن ديالو زيد شي شويه وغالي، ولكن راه افيكاس. بالنسبه لهذا السيروم هذا كنستعملوه يوميا يعني بالليل، وفي الصباح كنغسلو بالجيل نيتوايون، وكنديرو الواقي ديال الشمس ديالنا وهكذا دواليه، تتكون واحد النتيجه اللي هي مبهره، وصراحه غادي تكون واحد النتيجه اللي مزيانه.